الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم كما عودناكم من الجوار المقدس للإمامين الكاظمين عليهما صلوات ربي وسلامه، ونسأل الله بجاههما وحقهما عنده أن يمن علينا وعليكم بالأمن والإيمان، وأن يمتعنا بسمعنا وبصرنا ويجعلهما الوارثين منا. وأبتدأ حلقتنا لهذا اليوم بدعاء للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. عندما تتضايق الأمور أوصانا أن ندعو فنقول: يا من إذا تضايقت الأمور فتح لها بابا لم تذهب إليه الأوهام، صل على محمد وآل محمد وافتح لأمور المتضايقة بابا لم يذهب إليه وهم. اليوم وفي حديثنا وحلقتنا اليوم نتحدث عن الإيمان بين العقل والقلب، أنا وزميلتي سعاد. نعم يا ابتهاج، هذا الموضوع جدا مهم. نمسي عليكم مشاهدينا الكرام ونقول لكم مساء الخير والعافية والبركة. نلتقيكم من هنا من أرض الخير من مدينة الكاظمية المقدسة، وأكيد قد بدأ البث المباشر على منصة الفيسبوك كما ترون، وأيضا هنالك البث المباشر للموقع الرسمي لقناة كربلاء الفضائية على الموقع اليوتيوب، وأيضا هنالك كما تشاهدون في الكاميرا الثالثة البث الفضائي المباشر على موقع النايل سات. مشاهدينا الكرام، نبدأ هذه الحلقة الجديدة من برنامج خير الكلام، واليوم راح نتحدث على موضوع جدا مهم وهو الإيمان بين العقل والقلب. وأكيد طبعا هذا الموضوع جدا مهم. قد يسأل المشاهد الكريم: كيف يكون الإيمان بين العقل وبين القلب؟ أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام يبين لنا معنى الإيمان، وهو التصديق بالله سبحانه وتعالى، يكون هذا التصديق في القلب، وكذلك بما أنزل على نبينا النبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، وأيضا يكون هذا الأمر يترجم، ليس يكون فقط في الداخل الإنسان بل يترجم عن طريق العمل. وطبعا ابتهاج، هناك حديث جدا مهم لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام يبين لنا حقيقة الإيمان. يقول الإيمان، يعني سئل سيد ومولاي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هذه الأمور الثلاثة إذا تحققت تحقق الإيمان. أحسنتي. وتقول سيدتي ومولاتي الزهراء عليها صلوات ربي وسلامه في خطبتها الفدكية: جعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك. إذن الإيمان يطهر الإنسان من كل أنواع الشرك. قد يكون هذا الشرك مكون من الإشراك المباشر أو غير المباشر من خلال الرياء، يكون الإنسان من خلال ازدواج النية عنده بأن تكون نيته لشيء ما، يكون بذلك قد أشرك في عمله أو قد يكون مرائي في هذا العمل. ولذلك حتى يتحقق الإيمان، والإيمان مصدر الإيمان أن يكون من القلب، هنالك اتصال بين القلب والعقل، فلا يكون كل العمل بالقلب دون العقل ولا للعقل دون القلب. هنالك انعقاد الإيمان يكون في القلب، نعم يكون في القلب، لكن عبر التعقل بآيات الله والتدبر فيها وعبر إدراكها. البعض قد لا يصل إلى مرحلة عليا من الفهم والعلم والبحث، ولا يستطيع أن يميز بين الصحيح وبين الخطأ، لكن القلب يميز. عندما يكون في هذا القلب نور الإيمان، ومع ضعف عقله هذا الإنسان ممكن أن يستبصر لقوة تعلقه بالله، لحبه للحق، لأن هذا القلب طهر فيميز، فعند ذلك يعقل الحق ويصدق به. البعض يعتمد فقط
المسألة العقلية، مجرد إدراكات عقلية، لكن إن كان هنالك عقل مجرد من قلب، هل يمكن للعقل أن يدرك بعض الأمور التي قد حدث بها القرآن الكريم؟ قد يجدها أمور منافية للعقل أو أمور بعيدة عن العقل. هل يعقل أن ينام أصحاب الكهف كذا من السنين 300 سنين وازدادوا 309 سنين؟ هل يعقل أن يكون هنالك آية كمثل خروج هذه الناقة من الجبل فتنفتق؟ وكثير من الأمور هي خارقة لحدود العقل، لكن القلب يقبلها، وخصوصا إذا ثبت العقل معلومة إن الله على كل شيء قدير. كثير من الأمور اليوم نحن في ساحة الحوار تطرح كأن يشككوا بمسألة الغيبة لمولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ذلك الذي قلبه انعقد على حب الله والثقة بالله وأن الله على كل شيء قدير، لن يجد في هذا الأمر أي عناء. الله على كل شيء قدير، وشاء لعبده المكلف، هو حجة الله المكلف بهذه الرسالة، بأن يطيل عمره متى ما شاء وإلى ما شاء. ألم يطل عمر الملائكة؟ فهل أدرك الموت جبرائيل أو إسرافيل أو عزرائيل؟ هو الذي خلقهم وهو الذي يمد في أعمارهم كيف يشاء. إذن القلب عندما تنعقد فيه هذه العقيدة لن يجد هنالك من الصعوبة على اعتناق هكذا عقيدة، لكن عندما يحدد العقل بعض الأمور أن العمر البشري مقيد بكذا من السنين، أن هذا الأمر يستحيل، نأتيه بدلائل عقلية. من أين؟ من القرآن. القرآن هو الحجة بين جميع المسلمين فيما أقصد، لذلك هذه الحجة التي عليهم جاءت في كتاب الله عندها سيعقلون. لذلك لابد من اتحاد العقل والقلب معا، فعندها يكون الشخص إذا اتحد قلبه وعقله على الإيمان يكون من ذوي الألباب. مشاهدينا الآن ننتقل وإياكم إلى هذا المشهد ثم نعود. شلونك حيدر، شو اخبارك؟ شلونك علاء؟ ان شاء الله بخير. الله يسلمك، رحم الله والديك. علاء الودي ينتظرونا وما عديهم وتاخرنا عليهم، خل نروح. على شنو مستعجل حيدر؟ سويت لك قهوه حلوه تلوق الهلوجه، 10 دقائق وتجي ان شاء الله. لا علاء هيك راح نتاخر، صدق راح نتاخر هواي. الله اكبر. الله لك السولف. هسه صار فرض علينا بعد. حان وقت الصلاه. ما يخالف على نروح نصلي يومهم، مكان ما نبي صلاة ونروح نصلي بي. حيدر يجوز نلتهي، تعرف احنا جماعة ونظل نسولف، يجوز نلتهي عن الصلاة، يجوز ما نحصل مكان نصلي هناك. هسه بمكان هذا الحكي نقوم نتوضأ والله يسهلها ان شاء الله. وتدري بياني اذا ما صلي اذا ما بيظل مشغول، واحتمال حتى طلعتكم خربة، ليش تحكي بعدين؟ والله على اقول هنتأخر عليك. خلينا نتوضأ الله يسهل، بس خلينا نتوضأ. توكل توكل يا الله. علاء بس قبل لا نصعد. ايه والله عاشت ايدك، خليتنا نصلي بوقتها وطلعنا كلش مرتاحين. الحمد لله الحمد لله. كريم معود، الايمان يخلصك من النقاشات اللي تصير بين عقلك وقلبك، تخلصك من الوساوس، تزيد من توفيقك ومن رزقك، وانت همين تظل مطمئن. ذكر الله سبحانه وتعالى يخليك مطمئن ان شاء الله. بس علاء ما تاخرنا على الولد؟ ها صدق نسيت اقول لك، هسه من كنت اتوضا اني خابروني قالوا لي اجلنا الموعد نص ساعه. الحمد لله ان شاء الله يا الله. عدنا نحن وإياكم مشاهدينا الكرام من جديد، وشكر موصول للأخوة الممثلين العاملين في مكتب بغداد الذين جسدوا لنا هذا المشهد التمثيلي الذي يتحدث بمحور حلقتنا لهذا اليوم، الذي نتحدث فيه عن الإيمان بين العقل والقلب. أكيد طبعا كل شخص شاهد هذا المشهد التمثيلي أيد هذه الفكرة. البعض من الأشخاص خاصة في موضوع أداء الصلاة عندما
يسمع الإنسان المؤمن الأذان، قد يكون الجل همه هو أداء هذه الصلاة. البعض يعني هو أكيد الإنسان يتعرض إلى النفس الأمارة بالسوء وإلى وساوس الشيطان، فالبعض قد يستخف بصلاته، البعض قد يستمع إلى هذه الوسوسات، لكن يحكم العقل. فإذا حكم هذا العقل وكان القلب يكون منشغل بذكر الله سبحانه وتعالى، يكون هنالك إيمان مستقر في داخل قلب هذا الإنسان، حتما سوف يقوم ويؤدي هذه الصلاة، خاصة في الأمور العبادية، وخاصة عندما أيضا أكو هنالك الكثير من المواضيع عندما يعرض على الإنسان، يعني الإنسان يخطأ ويذنب ويعمل، هو إنسان ليس معصوم عن الخطأ، فإذا كان هنالك أمر ربما اعترف طريقة أمر بمعصية، ربما بهذه اللحظة راح يرتكب ذنب، العقل راح يشتغل. الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن سائر المخلوقات بهذه النعمة العظيمة وهو العقل، حتى يميز ما هو الصح الصواب وما هو الخطأ، ما هو الأمر الجيد وما هو الأمر الغير جيد. فعندما ميز بهذه النعمة وهو العقل، سوف يحاسب الإنسان على هذه النعمة، لأن في ربما الإنسان قد يريد أن يرتكب هذا الذنب، وارتكب هذا الذنب على العلم بأنه يعلم بأن هذا الأمر منهي عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن ارتكب هذا الذنب بسبب الوساوس الشيطانية، بسبب النفس الأمارة بالسوء، بسبب عصيانه لأوامر الله سبحانه وتعالى، لم يحكم عقله ويقول هذا الأمر منهي عليه. فالله سبحانه وتعالى عندما أعطى هذه النعمة للإنسان حتى يميز ما هي الأمور المحللة وما هي الأمور المحرمة. أيضا ربما اعترض الإنسان أمر وهذا الأمر بمساعدة للآخرين، فبهذه اللحظة العقل راح يطيع عاز للإنسان، هذا أمر جيد من الأمور التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى، بالتالي عندما يعمل هذا الأمر سوف ينال الجزاء الوفير من الله سبحانه وتعالى. لكن عندما نتحدث عن الإيمان، الإيمان يقسم على عدة أقسام، هنالك إيمان ثابت ومستقر بالقلب لا يتزلزل، هذا الإيمان مهما اعترف طريق الإنسان من فتن، من محال، من مصائب، من ابتلاءات، يبقى هذا القلب مستقر الإيمان، يحمد الله سبحانه وتعالى على كل الأمور التي تحصل إليه مهما كانت هذه الأمور، فيها خير فيها شر، عند إيمان حقيقي بأن هذه الأمور التي حصلت هي نعم من الله سبحانه وتعالى. لكن أكو هنالك نوع آخر وهو الإيمان المتزلزل، الإيمان الغير ثابت في قلب هذا الإنسان. إذا اعترض طريق الإنسان مصيبة، ابتلاء، يعني فتنة من فتن هذه الدنيا، راح يزلزل هذا الإيمان، ربما راح يوصل إلى الهاوية بسبب زلزلة هذا الإيمان. الإيمان لم يدخل قلبه كما يعني ورد في الآيات الكريمة، وهي قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فأيضا في هذه الآية تبين لنا أن الإنسان المؤمن هو الذي يدخل الإيمان في داخله في قلبه، عكس الإنسان الذي ينطق الشهادتين لكنه لم يدخل الإيمان في قلبه، يكون هذا إنسان مسلم لم يؤمن بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله، لم يؤمن بما أمر به الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وآله. فأمير المؤمنين كما بينت في بداية كلامي يبين لنا الإيمان هو معرفة بالقلب، عندما يستقر بالقلب راح يكون إقرار باللسان، وعندما يقر باللسان راح يكون عمل بالأركان، هذه الأركان التي بينها لنا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، يقول بني الإسلام على 5 دعائم: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والولاية لنا أهل البيت. هنا يتحقق العمل بالأركان، إذا عمل الإنسان هذه
الأركان وآل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وباقي هذه الأمور يا ابتهاج، حتما سوف يستقر الإيمان في داخله ويكون إنسان مؤمن. نعم، وأهم شيء في مسألة موضوعنا لهذا اليوم في الحديث عن الإيمان بين العقل والقلب، أن يكون هنالك اتحاد وامتزاج بين العقل والقلب، هنالك علاقة بين العقل والقلب ثبتت علميا، وهذا الإثبات العلمي لا ينفي قطعا ما جاء في كتاب الله، بل يؤيده ويؤيد أن ما جاء في كتاب الله يعني قد سبق العلم في كثير من القرون، باعتبار أن القرآن قد جاء قبل أكثر من 1440 سنة. بالخصوص مسألة العقل، العقل قد سئل عنه أهل البيت سلام الله عليه، وللإمام الكاظم صلوات ربي عليه وسلامه رسالة في العقل مع هشام جدا رائعة وطويلة، قد لا يمكننا أن نعمل منها حلقات كثيرة، لكن من الممكن أن يعرف الإنسان من خلال هذه الرسالة ما هي سمة العقلاء وما هي صفاتهم وبماذا يتميزون وكيف يحصلون على العقل وكيف يتم التجنب من نقصان العقل أو من الحمق والتحامق، أعاذنا الله وإياكم. هنالك قد يفتتن الناس ولا يميزون بين العاقل المؤمن وبين هذا الماكر الذي يتشيطن، ليس عنده دهاء ولا ذكاء ولا حسن سياسة وتدبير، بل هذا الأمر من الشيطان. عندما يصفون شخص بأنه قد استطاع أن يغلب بمكره وهو معاوية، قد يوصف بالسياسي والذكي وإلى غيره من المسميات عند الجهلاء. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه وقد سئل عن ذلك عن العقل، سئل فقال: ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قيل له: فالذي كان في معاوية ما يسمى؟ فقال صلوات الله عليه وسلامه: تلك الشيطنة، وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل. إذن هذه شيطنة، ويعني بقوله عليه الصلاة والسلام أن العقل لا يقود إلى الحرام، لا يقود إلى الكذب، لا يقود إلى الخديعة والمكر، لا يقود إلى انتهاك حرم الله. فهذا الذي يخطط ويمكر للاستيلاء على ما ليس له بحق، هذه شيطنة وليست بذكاء. فهذا ما يحدث في مجتمعنا، أنه يصير خلط في المسميات. يجب أن نميز بين المكر وبين العقل والذكاء. توجد مسائل أخرى قد حدثت في التاريخ، يكون هنالك عقيدة ويقين لا عقل فيهما، هذا الشخص لا يكون أجره كأجر الذي قد عرفه. دائما اجعلني عارفا بحقك، عندما نزور الإمام نشهد بالمعرفة بحقه، ونسأل الله أن يجعلنا من العارفين بحقه. العارفون يصلون أعلى درجات الثواب. الثواب أقصد أنه أنا وغيري نقدم الصدقة، الصدقة لها درجات لا نعلم من الثواب والأجر، وترتبط بعدد من النوايا القلبية. فإذا ما سلمت النوايا وكان الإخلاص وكان كل شيء فيما يخص هذه الصدقة متساوي عند هذين الشخصين، عندها يكون صاحب الثواب الأعظم والأجر الأعظم لهذه الصدقة، هو الذي عند درجة معرفة ودرجة تسليم هذه المعرفة اللي قادته إلى نيل الثواب العالي. إذن لا يتساوى الناس في ثواب ما يقدمون، يكبر الثواب أو يعلو ثواب من زادت معرفته. وهنا يأخذني هذا إلى الموقف، وهو حدث لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن ضربة علي سلام الله عليه بنص من رسول الله تعدل عبادة الثقلين، هي ضربة في الخندق تعدل عبادة الثقلين. يا ترى هذه الضربة أولا ما حققت من أهداف،
حققت بناء الإسلام، حققت سمو الإسلام. هذا الأمر ما كان ليكون الإسلام لولا انتصار علي في تلك اللحظة. بالإضافة إلى هذا، العبادة في قلب علي بن أبي طالب، الذكر في قلب علي بن أبي طالب، الإخلاص لله في تلك الضربة. نحن لا نعلم مدى عبادة أمير المؤمنين خلال هذه الضربة أو أثناء هذه الضربة، النية التي كانت في قلب أمير المؤمنين. لذلك هذه الضربة فاقت عبادة الثقلين. طبعا من نقول عبادة الثقلين مو بس الإنس والجن والماضون والمقبلون والحاضرون، إذا يعني هي أمر عظيم. هذه فقط ضربة. يا ترى بقية أعمال أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا تعدل عند الله؟ لذلك يقترن، لأنه أعقل العقلاء سلام الله عليه وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله، تكون النية بالإضافة إلى العمل توصله إلى أعلى درجات الثواب. طبعا ينضم إلينا سماحة الشيخ محمد الركابي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، ومساكم الله بالخير والعافية. حياكم الله، مساكم الله بالخير والعافية، وأهلا وسهلا بكم جميعا. نعم. السلام عليك يا سيدي ومولاي أبا عبد الله، والسلام عليكم سماحة الشيخ محمد الركابي الباحث الإسلامي من داخل الحرم الحسيني. نرحب بانضمامك مرة أخرى معنا في برنامج خير الكلام. اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم، وهو الإيمان بين العقل والقلب. كيف يكون الإيمان بين العقل والقلب؟ سماحة الشيخ تسمعنا؟ عفوا الصوت غير واضح. كيف اليوم نتحدث عن الإيمان بين العقل والقلب، كيف يكون الإيمان بين العقل والقلب؟ أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الإمامين الجوادين، السلام على باب المراد محمد الجواد ومولانا باب الحوائج موسى بن جعفر، ثم السلام عليكم وعلى السادة المشاهدين الكرام جميعا. وعليكم السلام. طبعا أنا جاي أتحدث مباشر لأن الصوت ما واضح عندي. نعم. ولكن فهمت من السؤال بين الموضوع بين الإيمان بين القلب والعقل. نعم. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وميزه بهذا العقل، هذا العقل الذي يميز الإنسان عن بقية المخلوقات. في كتاب الكافي ورد عن أهل البيت صلوات الله عليهم إن الله عز وجل أول ما خلق خلق العقل، وقال اقبل فأقبل، ثم قال ادبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت شيء أفضل منك، بك أثيب وبك أعاقب. وقيل إن هذا العقل الذي الله تبارك وتعالى به يثيب وبه يعاقب هو عقل الحبيب المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. فالذي يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو العقل النابض لهذه الأمة، ومن ثم لأم المعصومين صلوات الله عليهم. فالإيمان بين العقل والقلب، هذان الكيانان يحكمان الإنسان، عقله وقلبه، العقل والقلب. القلب ممكن أن يتمرض، لذلك القرآن وصف في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا القلب هو حرم الله، فبالروايات لا تسكن في حرم الله أو لا تدخل في حرم الله من لا يحبه الله. فهذا القلب لابد أن يكون قلب طاهر وطيب ونقي. وكيف تكون قلوبنا طيبة وطاهرة ونقية؟ هو بالالتزام بالواجبات والانتهاء عن جميع المحرمات. لما نقول التزام بالواجبات أي بالصلاة والصيام والعبادة وما أمرنا الله عز وجل، وبالمقابل ننتهي عن جميع المحرمات. فليس دائما العقل هو الذي يتحكم بالإيمان،
لأن هنالك بعض النصوص وبعض الآيات القرآنية لربما تتعارض مع العقل، لا يفقهها العقل. يعني مثلا الآن قضية الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، البعض يعترض يقول أنتم تجعلون عدم المساواة بين الرجل والمرأة، لا يفقه أن المرأة لها زوج وليس عليها، وأن المرأة واجبة النفقة، لا يعلم هذه الأشياء. فما أدري الآن الصوت رجع عندكم أو لا، ما أدري ما إحنا نسمعك. نعم الصوت واضح جدا، استمر. سمحت الشيخ تسمعنا بشكل واضح؟ سمحت الشيخ إذا تسمعنا حتى أدخل بمداخلة. فالله عز وجل لما نقول الإيمان، متى يعرف الإنسان نفسه هو مؤمن؟ متى الإنسان يعرف نفسه مؤمن؟ هل الإيمان قلقلة؟ هل الإيمان طقوس؟ عندنا في اللغة، اللغة والاصطلاح، الإيمان في اللغة هو التصديق، وفي الاصطلاح هو تصديق القلب. فهذه المجموعة، مجموعة التعاليم الإلهية، لما نتعبد بها يسمى بأنه هذا مؤمن، هذا عنده إيمان. والمؤمن من تمالك نفسه عند الغضب. هنالك بعض أناس يغضبون، فالمؤمن يغضب لغضب الله ويرضى لرضى الله عز وجل. فمو في كل الحالات نحكم العقل. الآن موضوعكم طيب سماحة الشيخ، الآن تسمعني والقلب. بوضوح؟ نعم الآن نعم واضح. نعم. واضح واضح. شكرا، جزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم من كلمات. الآن أنا بدوري أسأل، أنه أحيانا الإنسان يهتدي أو يضل بسبب العقل أو بسبب القلب، فما العيوب التي تجعل الإنسان يضل بسبب العقل، وما العيوب التي تجعله يضل بسبب القلب؟ تفضل. كلمة يضل؟ نعم يضل. سؤالكم؟ نعم. الآن أكو شباب يلحدون. الله أوضح عز لك وجل الصورة. نعم. أرسل لنا الأنبياء. الله عز وجل أرسل لنا الأنبياء، لم يترك العقل سدى. لذلك في الآية القرآنية لو كنا نعقل ما كنا من أصحاب مثلا الجحيم. نعم. الإنسان اللي يعقل، الإنسان العقل النابض، العقل الصحيح، العقل السليم، سبحان الله، هو هذا المخ، هذا المخ أكثر من 100 مليار خلية بهذا المخ. نعم. في كل لحظة تتجدد، في كل ثانية تتجدد. الله لا يترك هذه العقول سدى، بل جعل لها نبي، جعل لها رسول، جعل لها هادية. نعم. جعل لهذا العقل. فأولئك الذين في قلوبهم مرض كما قالت الآية، فزادهم الله مرضا، الذين لم يتبعون النبي ولم يتبعون علي بن أبي طالب ولم يتبعون نهج الحقيقة. إما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته منعوا الحديث عنه. نعم. كانوا البعض يكتب فمنعوا النبي، فقال والذي نفس محمد بيده لا يخرج من هاتين إلا الحق، اكتبوا. فالبعض كان يصور أن النبي يسوء أو يخطأ، فالنبي هو الممثل الرئيسي للعقل الحقيقي. النبي والأئمة سلام الله عليهم هم الذين يقودون العقول. أما الأسباب التي تضل الإنسان بقلبه أو عقله، أولا لقمة الحرام، كل إنسان يكون لقمته حرام تؤثر حتى على النطفة، فيخرج هؤلاء الذين ضد العقائد ضد الدين، يخرجون ويجعلون لهم فضائيات، ويتحدون العلماء ويتحدون المراجع، ويتكلمون على رجال الدين، على العلماء، على المراجع. بينما إنما الآن في عصرنا الحاضر القلب الحقيقي النابض والعقل الرشيد الصحيح هو المتمثل بالمرجعية الحقة التي هي في النجف الأشرف، التي أثبتت وعبر السنين والدهور حكمتها وتمسكها بالمذهب الحق. أما الذين ليس لهم عقل وليس لهم رشد وليس لهم قلب نظيف طاهر، هذا القلب يصدأ. حتى الذنب، عندنا في الروايات إذا أذنب الإنسان ذنب تكون نقطة سوداء في قلبه، فكلما أذنب ذنب آخر تكبر هذه الرقعة. فلا بد للإنسان أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يروض قلبه بالاستغفار وبالعبادات وبالصلاة وبقراءة القرآن. إن القلوب لتصدأ
وجلاؤها قراءة القرآن. نعم. هذا من أهم المصاديق. نعم، أحسنتم على هذا التوضيح المهم. بما أنه اليوم نتحدث عن الإيمان بين العقل والقلب، وتحدثنا بخصوص هذا الموضوع، نتحدث عن الإيمان والقلب، هذا المكان وهو حرم الله سبحانه وتعالى يعتبر القلب. كيف يستشعر الإنسان الإيمان؟ على العلم أن الإيمان ليس هو جزء أو عضو في الجسم الإنسان، يستطيع الإنسان أن يلمس هذا العضو أو يشير إليه. كيف يستشعر الإنسان حقيقة هذا الإيمان؟ يستشعر حقيقة الإيمان أولاً بالقرب الإلهي، عندما تصلون في جوف الليل، عندما تستغفرون بالثلث الأخير. الثلث الأخير ليس بينكم وبين الله حجاب، أصحاب الحوائج المظلومين، أصحاب الأمراض المستعصية، هذا يستشعر القرب الإلهي. أناجيك يا موجود في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، مولاي يا مولاي. أهل البيت رسموا لنا هذا الخط، فنحن نستشعر الإيمان أولا بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. لا يحبك إلا مؤمن، كل من ليس له ولاية هو فقير. نعم. ومسكين، ولا بد أن يبحث عن هذه الحقيقة، لا بد أن يبحث عن هذه الحقيقة. ليس له نور، ليس له استشعار بالإيمان الحقيقي. أنت كيف المؤمنة تستشعر نفسها أنها مؤمنة إذا حافظت على حجابها؟ المؤمنة تستشعر بنفسها مؤمنة إذا تمسكت بمبادئ السيدة فاطمة الزهراء وزينب الحوراء صلوات الله عليها. هذا الإنسان بهالطريقة، هذه بالالتزام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات، يستشعر الإيمان. نعم. وهذا الإسلام كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بني الإسلام على إيمان أبي طالب، حماية أبو طالب سلام الله عليه، كان مؤمن. فنحن نستلهم الإيمان من أهل البيت ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونروض قلوبنا وعقولنا بالطاعة، بالتقوى، بالابتعاد عن المعصية، بالابتعاد عن الكذب، بالابتعاد عن الغيبة، بصلة الأرحام، بالكلمة الطيبة. هذا الذي يحسس الإنسان بطعم الإيمان الحقيقي. نعم. سماحة الشيخ محمد الركابي، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا، ونسألكم الدعاء وأنتم عند سيد الشهداء. قضى الله حوائجكم وشفى الله جميع المرضى وكل من أوصانا بالدعاء، نسأل الله بحق سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين الدعاء تحت قبته مستجاب، أن يشافي جميع المرضى، أن يمن على المرضى وعلى الجرحى بالشفاء العاجل. آمين. وأن يحفظكم ويحفظ الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وعلى الإخوة الذين هم خلف هذه الكاميرات والمخرج وكل الطيبين. وأسأل من الله عز وجل أن يرحم أمواتكم وأموات المسلمين، وأن يحفظ مرجعيتنا العليا. آمين. وأن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ويجعلنا من أنصاره. آمين. وأعوانه إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لانضمامكم، استجاب الله دعاءكم إن شاء الله. الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا سيما أن تحت قبة الإمام الحسين واستجاب الدعاء. نعم. الآن إحنا نتكلم عن القلب ونتكلم عن العقل، كيف لا يخشع القلب ولا يجد لذة الإيمان وهو يجد حب محمد وآل محمد والصلاة على محمد وآل محمد، والمعرفة بحق هذه الصلاة على محمد وآل محمد كم تقود إلى معرفة، كم تقود إلى رفعة، كم تقود إلى نور. العلم نور في القلوب، الله عز وجل يعطيه من يشاء، هذا النور يأتي بالصلاة على محمد وآل محمد وبحب محمد وآل محمد. ومن أحب محمدا وآل محمد حقيقة اهتدى بهديهم وانتهج سيرتهم، قدر الإمكان يتحلى بالشجاعة لأن يكون معهم، فهم ضحوا من أجل الإسلام، ونحن يجب أن نكون على نفس خطاهم. مشاهدينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى هذا الاستطلاع ثم نعود. العقل والقلب اكو ارتباط بيناتهم، يعني اكو يعني حسب وجهة نظر اني اكو ارتباط بين العقل والقلب، واحد مكمل الثاني، لكن يبقى العقل هو السيد. الايمان
الإخلاص في الدين هو يعني بالبداية يأتي على الناحية العقلية عن طريق العقل، وبعدين مكمل القلب يكمل هذه الناحية، يكملها عن طريق الاطمئنان القلبي. يعني الإنسان يعني إذا ما اطمئن الشيء فما يقدر يعني لا يقدر يعني يتواصل به، ولا يقدر يصير عنده شلون يقول إيمان بهذا الشيء. لو كان العقل هو الذي يحرك الإنسان لكانت المعرفة العقلية وحدها تكفي كدافع للسلوك، إلا أن الأمر ليس كذلك. فمع أهمية المعرفة وضروراتها كذلك، فمع كبوابة أساسية لا تكفي لتغيير السلوك. لماذا؟ لأن الذي يصدر الأوامر بالحركة الإرادية داخل الإنسان هو القلب وليس العقل. فالقلب يعد بمثابة مركز الإرادة واتخاذ القرار، ومنه تنطلق الأوامر بالأفعال الإرادية، وما على الجميع إلا التنفيذ. القلب تتجاذبه قوتان، قوة الهوى وما تميل إليه النفس وتشتهي، وقوة الإيمان أو التصديق والاطمئنان بما في العقل من أفكار وقناعات، والأقوى منها وقت اتخاذ القرار. هو الذي يستولي على الإرادة ويوجه القرار لصالحه. الإيمان هو باللغة يعني التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا. والإيمان هو ما وقر في القلب ونطق به اللسان وصدقه العمل، هذا هو الإيمان. والذي يقول إني مؤمن ولم ينطق الشهادتين ليس بمؤمن. كلنا يعلم أن هناك صراع بين القلب والعقل، وأن تتخذ قرار صحيح أفضل بكثير أن تتخذ بعقلك أفضل بكثير أن تتخذ قرار خاطئ من قلبك ربما تندم عليه ليوم أو شهر أو سنة. والقلب يعني كنا يعلم أن القلب هو يضخ الدم لكافة أعضاء الجسم ومنها الدماغ العقل، فإذا لم يضخ الدم إلى العقل لفسد العقل. وإينشتاين يقول مقولة لإينشتاين يقول إنه القلب هدية قدسية، أما العقل فهو الخادم المطيع. القلب يتحكم بالإيمان بالإنسان، لكن العكس يقول إنه العقل هو الأساس، رجح الله الإنسان بالعقل، ولولا العقل لما صارت بصيرة الإنسان. العقل هو من يقرر، ولذلك الله ميز الإنسان عن باقي خلقه من كل الخلق بالعقل. والعقل لولا، لأنه الله سبحانه وتعالى قال إنا هديناه النجدين أما شاكرا وأما كفورا، لولا العقل وبصيرة العقل الإنسان ينجر وراء مصالحه الدنيوية. لأن القلب له شهوات، والشهوات لولا سيطرة العقل ما أعتقد الإنسان يمشي ببصيرته. البصيرة تتبعها الفكر والتدبر والتأمل. عدنا نحن وإياكم مشاهدينا الكرام من جديد، وشكر موصول للأخوة المتحدثين الذين أبدوا بآرائهم بخصوص موضوعنا لهذا اليوم الذي نتحدث فيه عن الإيمان بين العقل والقلب. كيف يحكم الإنسان هذه النعمة؟ كيف يحكم الإنسان هذا العقل في مرضات الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن غضب الله سبحانه وتعالى عن طريق هذا العقل؟ فبالتالي نريد أن نوصل رسالة للعالم أجمع، إلى كل من يشاهدنا عبر قناة كربلاء الفضائية، نقول لهم الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعمة وهي العقل. في العقل يصلح كل شيء، فالإنسان يستطيع أن يدخل إلى أن يكون إنسان مؤمن، أن يعمل الأعمال التي أراد الله سبحانه وتعالى، أن يصل إلى أعلى درجات الإيمان من خلال هذا العقل، أن يحكم عقله بما يرضى الله سبحانه وتعالى وبما يرضى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وآل البيت عليهم الصلاة والسلام. فإذا كل هذه المعطيات قد عملت أكيد وحتما سوف يكون هذا القلب يتبع هذا
العقل مع الرسوخ الإيمان في داخل هذا الإنسان، فعليه أن لا ينغر بكل مغريات هذه الدنيا، وأكيد إذا اعترض في طريقه أي أمر كان عليه أن يحكم عقله قبل الإقدام على هذا الأمر، لأن كما تشاهدون مشاهدينا الكرام هنالك الكثير أو البعض من الناس لا يحكم عقله ويصل إلى التهلكة، بل يدفع عمره ونفسه يكون ثمن تلك اللحظة التي لم يحكم بها عقله. نعم، هنا أتذكر أبو نؤاس لما التقى بالإمام الكاظم سلام الله عليه، لم أحفظ الرواية كاملة لكنه كان في سكره وقال: أثبتك القلب، أنت قلب مؤمن. لا يسمى هذا الشخص إنسان غير مؤمن أو ضال، هذا يسمى عاصي. تصوري الإنسان المؤمن يغفر ذنبه مهما بلغ عصيانه، لكن الإنسان الضال مهما صنع لا يقبل منه. الإنسان الضال اللي ماشي على غير بصيرة كالسائر في غير طريق، في طريق بعيد منحرف، يزداد بعدا عن المصدر كلما ازداد مسيرة. لذلك في مسألة العقل والقلب علينا أن نعقل ونصدق بقلوبنا، عند ذلك لا يستطيع أحد أن يزحزحنا عن عقيدتنا. أما عندما يكون الإنسان وكما حال شبابنا اليوم في حالة لا عقل لهم فيها، أي لا معرفة ولا علم لديهم، عند ذلك يكون إيمانهم مجرد وراثة وجدوا أنفسهم على هذا الوضع، بالتالي هؤلاء ممكن أن يتلاعب الآخرون بعقولهم. بينما في حال نحن ونريد أن نقنع الطرف الآخر ويكون عقله في دراية تامة على ما هو عليه، نحاججه بالعقل بالكتاب والسنة، ومن ثم ندخل إلى هذا القلب بذكر محمد وآل محمد وما جرى على محمد وآل محمد. لذلك القضية الحسينية قضية مهمة وقضية تثير في قلوب الجميع الاستنفار للغضب على ما جرى على آل الرسول. وقضية الزهراء سلام الله عليها هي قضية أولى، وهي أولى القضايا التي يجب أن تثار. فنحن إذ نريد أن نقنع شخصا ما علينا الدخول إلى هذا القلب، هذا القلب ينكسر ويخشع إذا كان هذا القلب يبحث عن الحقيقة. هذا الشخص مجرد أن وجد نفسه، ما إلى ذنب، وجد نفسه في مجتمع كله على غير سبيل الحق، فهذا الشخص ينبغي أن نرفق به ونعرض عليه الأمور عقليا وقلبيا حتى يمكن أن يحدث لديه الإيمان، وكذلك نحمي شبابنا عقليا وقلبيا. ننتقل إلى قراءة التعليقات. نعم يا زميلتي ابتهاج، مشاهدينا الكرام وصلنا إلى هذه الفقرة المخصصة لكم وهي قراءة البعض من التعليقات التي وصلت إلينا. هنالك تعليق من شمس الربيع. شمس الربيع تقول: القلب يمكن أن يكون نورانيا يشع بنور الإيمان والتقوى، ويمكن أن يكون سوداويا مطبقا بالظلمة بسبب الابتعاد عن نهج الدين وكثرة المعاصي والذنوب. فالقلب يشع نورا بالطاعات والعبادات والأعمال الصالحة، ويكون مظلما عندما يكون صاحبا غارقا في المعاصي والذنوب الكبيرة. فراس الكربلي، فراس الكربلي يقول عن علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام قال: المؤمن يصمت ليسلم وينطق ليعلم، لا يحدث أمانته الأصدقاء، ولا يكتم شهادته من البعداء، ولا يعمل شيئا من الخير رياء، ولا يتركه حياء، إن زكي خاف مما يقولون، ويستغفر الله مما لا يعلمون، لا يغره قول من جهله، ويخاف إحصاء ما عمله. أحسنتم الأخ فراس الكربلي على إيرادكم هذه الكلمات الذهبية من الإمام علي بن الحسين السجاد في صفات المؤمن.
نعم، وهنالك تعليق من زينبية الهوى تقول إن العقل هو محل الإدراك والقلب هو محل الذكر والطمأنينة، كما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أشارت هذه الآية بأن ليس العقل من يكلف، إنما من يكلف هي النفس. نعم أحسنتي. وهنالك تعليق للرادود تحسين الغزي يقول فالقلب يعد بمثابة مركز الإرادة واتخاذ القرار، ومنه تنطلق الأوامر بالأفعال الإرادية وما على الجميع إلا التنفيذ. قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أعلى درجات الإيمان النابع من القلب إن شاء الله لكم ولنا. نعم، هنالك تعليق من سعيد البياتي يقول يؤكد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام على قاعدة التلازم بين القول والعمل في تحقيق مفهوم الإيمان، فيقول ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلوب وصدقته الأعمال. وعن سلام الجعفي قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فقال الإيمان أن يطاع الله فلا يعصى. يا ضامن آهو اضمني، وهذا المسمى يا ضامن آهو اضمني يقول عندما يسمع المسلم أذان الفجر ويريد أن ينهض من نومه للصلاة فإن صراعا ينشب داخله بين إيمانه بأهمية ضرورة القيام لصلاة الفجر وبين هوى نفسه وحبها للراحة والنوم وعدم التعرض للمشقة، فإن استيقظ فإنما أيقظه إيمانه الذي كان أقوى من الهوى في هذه اللحظة، وإن نام فإنما أنامه هواه الذي كان أقوى من إيمانه في هذه اللحظة. فالإيمان هو الدافع للسلوك الإيجابي، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شكرا للمعلق يا ضامن آهو أضمني. نعم مشاهدينا الكرام، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكر موصول لكم على طيب المتابعة، وأكيد شكر موصول إلى كادر برنامج خير الكلام الذي ساهم بإنجاح حلقتنا لهذا اليوم، وشكر موصول للضيف الذي انضم إلينا من العتبة الحسينية المقدسة، وأكيد شكر موصول لزميلتي العزيزة ابتهاج لمرافقتها معي في تقديم هذه الحلقة. شكرا جزيلا يا سعاد، ولجميع مشاهدينا الكرام شكرا لله الموفق، ونسأله دوام التوفيق لنصرة محمد وآل محمد وخدمة المجتمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.